جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أن صار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حبيب. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه بعد غزوة أحد، وقد كان استشهد والده في الغزوة، سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري شهيدا في غزوة أحد. فجاء ابنه جابر وهو من المكثرين في رواية الحديث، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من مشكلة وقع بها بعد وفاة أبيه، وقد كان والده سيدنا عبد الله قد أخذ تمرا من أحد اليهود في المدينة، فلما توفي ترك نخلا ولم يترك مالا كثيرا ليقضى به هذا الدين. فلجأ سيدنا جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له هذه المشكلة ليخرجه منها بدعائه ببركته بما أعطاه الله عز وجل من المعجزات. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بستان والده ويجد التمر، يعني يخرج التمر من النخل ويضعه في المربد. المربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر ويهيأ حتى يؤكل فيما بعد ويباع ويصنف إلى أصناف كثيرة. ثم لما يصنع هذا الشيء الذي أمره به الحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من المهمة التي أمره بها عليه الصلاة والسلام طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، فحضر عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر. فلما وصل إلى مربد التمر دخل عليه الصلاة والسلام في ذلك المربد وجلس في وسطه ودعا الله عز وجل بالبركة، ثم أمر سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري أمره أن يأخذ من ذلك التمر فيقضي من لهم عند والده دينا. فبدأ يأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي حتى أوفى كل من له شيء من الدين، وبقيت بقية كافية لسيدنا جابر ولأخواته الكثيرات الذين مات عنهم ذلك الشهيد البطل العظيم سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، بقي شيئا كثيرا، وما هذه إلا معجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإكراما لذلك الشهيد الذي جاء في حقه شيء كثير من الكرامات، إذ أنه جاء في حقه أن الله عز وجل كلمه كفاحا فقال له تمنى يا عبدي، فقال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل ثم أعود فيها وأقتل ثم أعود فيها وأقتل، أي لأجاهد في سبيل الله. فكلمه الله عز وجل فقال إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون. فهذا جبر لخاطره في برزخه وجبر لخاطر سيدنا جابر وقضاء لهذا الدين الذي كان على سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الشهيد. وتعليم لنا معشر الأمة المحمدية أننا نلجأ إلى الله عز وجل في مثل هذه الكروبات، ونسأل الله عز وجل أن يقضي لنا الحوائج، وهناك أدعية كثيرة وردت في السنة نأتي إليها في
لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. فهذه القصة العظيمة التي استمعنا إليها ونحن في هذا الجو الإيماني الذي نسمع فيه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ سيدنا جابر، لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نلجأ إلى الله عز وجل في مثل هذه الكربة وفي مثل هذه الضائقة. والله عز وجل يتولانا ويتولاكم، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أن صار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حبيب.